العدالة من أهم العناصر التي ساهمت في تصميم الإسلام كدين خالد، ثم في تخريجه للوجود طاقتا العلم والعدالة. وقد اشترط أقصى الكميات الممكنة منهما في جميع أعضاء حركة المراجع، فينسق جهاز هذه الحركة من الفقهاء العدول الذين درسوا الإسلام وأتقنوا اجتماعياته بصورة تطبيقية فائقة، حتى لا يكون في حاضراتهم أفقه منهم، فلا يشغل مرافق هذه القيادة الحركية سوى الفقهاء العدول الذين هم القمم البشرية في المواهب الفكرية والجدارات النفسية، ولا يحق لأحدهم تولي تنظيمهم القيادي الأعلى عدا أعلمهم وأورعهم الذي يكون أعلى القمم البشرية الحية في طاقاته الفكرية وإمكاناته النفسية.